الخير واهلا وسهلا، تحياتي لكل الاهلاويه اللي بيتابعوا معانا حلقه النهارده من السادسه. توقف النشاط الحقيقه بيفرض علينا واحنا بنشتغل وبنفكر ان احنا نطرح على حضراتكم موضوعات، منها الحقيقه موضوعات كتير طرحناها قبل كده واتكلمنا فيها كتير، بس بما انه الموضوع اللي طالع على الساحه واحنا يمكن اتناقشنا فيه فردنا له اكتر من حلقه قبل كده، يمكن من اكتر من سنه، فكره رخص المدربين، القصه اللي ظاهره الى حد ما وشغله وسائل الاعلام طبعا نتيجه توقف النشاط، ونتيجه طبعا ان منتخبنا الوطني بيستعد لمباراه معسكرين، معسكر على فترتين هيكون فيهم مواجهه مع بلجيكا، وهيكون لينا وقفه طبعا مع منتخب مصر مواجهه بلجيكا. لكن فكره الرخص التدريبيه، وبالمناسبه بمناسبه الكلام على الرخص، انا دايما بحب انقل التجارب المضيئه، يعني لانه في حاجات كتير جدا مش محتاج انك انت تجتهد فيها، في حاجات كتير مش محتاج انك انت تخترعها او تفكر في فكره عبقريه بحيث انك توجد حل لمشكله قائمه، لكن الحلول موجوده، واللي عايز يعرف واللي عايز يدرس قصه الرخص التدريبيه اللي ظهرت يمكن وبدايه الكلام عليها كانت مع طبعا عدم تواجد كابتن علي ماهر وهو بيدرب فيوتشر في المباريات الافريقيه في المدرجات، الراجل ما كانش موجود على ارض الملعب، ومن هنا بدات الكلام على وضع المدربين المصريين وامكانيه حصولهم على رخص وكيفيه حصول ده، والوضع الاستثنائي اللي مر بيه او اللي مرت بيه مصر او اتحاد الكره المصري فتره معينه، كانت فتره استثنائيه لمده سنتين كان مفترض ان المدربين فيها بياخدوا رخصه في خلال 5 ايام، وبعد كده بعد مرور السنتين كان مفترض الاوضاع ترجع لطبيعتها، لكن هذا لم يحدث. وتصريحات المسؤولين في الاتحاد الافريقي النهارده الحقيقه بتدين فينجادا المدير الفني السابق لاتحاد الكره المصري ادانه الحقيقه، مش عارف مين بيحاسب ومين كان بيتابع قصه انه فكره طرح الاجراءات الرسميه او الخطوات الرسميه اللي من خلالها بيحصل مدرب على شهاده تدريب او رخصه تدريب A او B او C، واللي كان مفترض انها يتم تطبيقها، واللي بالفعل قام نيلو فينجادا في اثناء تولي المسؤوليه بانه اصدر اكثر من وعد بان ده هيتاخد فيه خطوات تنفيذيه على الارض ولم يحدث منها اي شيء على ارض الواقع، يديك فكره عن كيفيه اداره الامور. على كل الاحوال عندنا موضوعات كتير، مش بس كده في السادسه هنروح لتمرينه الاهلي النهارده بالتاكيد، ويمكن اهم اخبار التمرينه عوده اليو ديانج مره ثانيه للمشاركه في التدريبات حتى ولو بشكل جزئي. خليني ابدا حلقه النهارده معاكم باهم الاخبار والعناوين. تدريبات بدنية وفنية للاعبي الأهلي تحت إشراف كولر، وديانج يشارك في التدريبات الجماعية بصفة تدريجية، فيتوريا يستقر على مكان إقامة معسكر منتخب مصر، ومحمد صلاح يقود ليفربول أمام توتنهام في قمة نارية بالدوري الإنجليزي، ريال مدريد يقتحم سباق صفقة لياو. قبل ما ادخل مع حضراتكم في تدريب النهارده وهنتابع طبعا جزء من تدريب النادي الاهلي، خليني اقول لك واستعرض معاك ارقام الاهلي لغايه اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها. احنا لعبنا 3 بطولات، لعبنا في دوري ابطال افريقيا ذهابا وايابا مع اتحاد المونستيري، لعبنا بعد كده في الدوري 3 ماتشات اسماعيلي اسوان داخليه، ولعبنا طبعا كاس السوبر في مواجهه الزمالك. في ال6 ماتشات دول الاهلي سجل 12 هدف، 4 استقبلهم الاتحاد المونستيري ذهابا وعودة، 4 خدهم استقبلتهم شباك الداخلية، 2 في ماتش الزمالك، 1 اسماعيلي، 1 اسوان، يعني المعدل 2 في كل مباراة. وشباك الاهلي ما استقبلتش غير 1 من خطأ ساذج يعني في مباراة الداخلية، فبالتالي على مستوى الارقام، الارقام جيدة جدا جدا، وعلى حسب كمان مستوى المواجهات، يعني لو استثنيت الداخلية واسوان من ال6 ماتشات، مواجهة الزمالك على لقب السوبر مواجهة تقيلة، مواجهة الإسماعيلي في بداية مشوار الدوري والشكل اللي ظهر بيه الإسماعيلي قدام النادي الأهلي مواجهة تقيلة، والاتحاد المونستيري بما إنها الطلعة الأولى للراجل يعني مستر كولر، أول طلعة ليه في مشواره مع الأهلي كانت في بطولة دوري أبطال أفريقيا مع ممثل تونس بره الأرض، فبالتالي برضو الحصيلة إيجابية جدا. ورغم كده يبدو إن الراجل مش عاجباه الحصيلة التهديفية، شايف إنه الأهلي ما بيخلصش الفرص اللي بيقدر، او مش لازم تخلص كل الفرص، لكن على الاقل نسبه كبيره من الفرص اللي انت بتقدر تصنعها على مدار الماتش المباراه الواحده عليك انك تسجل نسبه كبيره منها، وده يمكن واضح في شغله مع الفريق جدا، وخصوصا الحلول المتمثله في الكرات العرضيه، وتركيز اكبر كمان منها بيشتغل بشكل كبير جدا على فكره التصويب من بعيد، وانا شايف انه الاهلي عنده اللعيبه اللي تقدر تعمل ده، يعني 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 ومهمه سهله جدا للقادمون من الخلف. قفشه بيعرف يشوط كويس جدا،
السوليه بيعرف يشوط كويس جدا، اليو ديانج بيعرف يشوط كويس جدا. فالتدريبات المكثفه على فكره التصويب من بعد، وخصوصا انه شكل ماتشات الاهلي والاهلي في أسوأ حالات، وبرضه الفرق بتخاف تفتح الملعب قدام الاهلي. يعني حتى واحنا لو تفتكروا الموسم الاخير مثلا، الماتشات اللي كان فيها اجهاد او غيابات كتير من صفوف النادي الاهلي، كانت برضه الفرق بتراهن على فكره التكتل الدفاعي واللعب على الهجمه المرتده. فواحد من اهم، وبالتالي بما انه الاهلي فايق واقف على رجليه، ونتمنى الحقيقه انه المستوى ده يستمر طبعا لنهايه الموسم، توقع انه الفرق هتلجا لنفس الطريقه دي، فكره انه محدش هيراهن قوي على انه يلعب معاك جيم مفتوح. ففكره انك تضرب التكتلات الدفاعيه بالتصويب من بعد واحد من اهم الحلول، ومستر كولر كان مركز بالذات في تمرينته النهارده على القصه دي. اهم مشهد او لقطه او عنوان او خبر اكلمك عليه هو عوده اليو ديانج. النهارده اليو ديانج شارك في جزء من التدريب، وهيبتدي يرجع بشكل تدريجي لغايه لما يوصل طبعا للمشاركه الكامله. التمرين النهارده كانت محاضره فنيه من مستر كولر، بعدها تدريبات بدنيه في الجيم استمرت حوالي نص ساعه اشرف عليها اندويا المدرب الاحمال، وبعد كده كان في تقسيمه اشرف عليها برده مستر كولر بين اللاعبين. فرصه الحقيقه للراجل انه كمان يشتغل على اللعيبه اللي ما ظهرتش بشكل اساسي او اللي كانت بعيده. طبعا دي لقطات من تمرينات النادي الاهلي الصبح النهارده، الراجل بيشتغل الصبح دلوقتي، يعني تمرينات الاهلي كلها تمرينات صباحيه، وزي ما قلت لكم اشتغل على تفاصيل، وقف مع لعيبه كتير واتكلم معاهم بشكل كبير. طيب ديانج زي ما قلت لكم ان شاء الله يكون جاهز مع عوده النشاط مره ثانيه، واحد من اهم اعمده النادي الاهلي، واحد من اهم اللعيبه المحترفه اللي بتشارك في الدوري المصري، فبالتاكيد عودته هتكون اضافه بعد استئناف النشاط مره ثانيه اللي هيكون اعتقد بعد بدايه كاس العالم. احنا عندنا معسكر المنتخب، طبعا معسكر المنتخب الراجل كان يعني كان مخطط او كان طالب من اتحاد الكوره ان المعسكر يكون معسكر خارجي، ويكون في مباراه تانية مع منتخب بلجيكا. يعني المنتخب المصري يلعب في فتره التوقف دي ماتشين، لكن يبدو انه قصه الاتفاق مع يعني كان المفترض انه بيفكر يطلع الكويت من بدري، ومن هناك يلعب ماتش مع منتخب الكويت او منتخب تاني يكون من المنتخبات اللي رايحه للمنطقه. خدوا بالكم في منتخبات كتير جدا جدا جايه المنطقه قبل بدايه كاس العالم، هتروح في منطقه الخليج، السعوديه، الامارات، الكويت، عشان تستعد ويبقى الانتقال من والى قطر بعد كده عشان المشاركه في كاس العالم. فبالتالي في منتخبات كتير جدا هتكون موجوده في المنطقه في الوقت ده، وكلهم او اغلبهم هياخدوا مباريات وديه استعدادا للبطوله. احنا من حظنا بلجيكا، بس بلجيكا دلوقتي غير بلجيكا اللي احنا قابلناها قبل كده. الراجل استقر على انه الجزء الاول من المعسكر اللي هو هيبتدي من 7 لغايه 11 مش هيسافر، هيقضيه هنا في القاهره، وهيتخلله مجموعه من التدريبات للمجموعه اللي تم اختيارها، بعد كده تكون رحله السفر بقى عشان مواجهه بلجيكا اللي قابلناها قبل كده. انا شفت ماتش، مش عارف في ماتشين في قبل الماتشين دول هل قابلنا بلجيكا قبل كده ولا لا، ما عنديش معلومه زمان يعني، لكن اللي انا شفته وحضرته ماتشين، واحد تحت قياده الجنرال جوهري وده كان بره مصر، وفازت فيه مصر بنتيجه 1-0، هدف طبعا حازم امام الشهير، نواه المنتخب، ده كان سنه 99، كان كابتن بعد فوز مصر ببطوله افريقيا بوركينا فاسو في سنه 98، لعبنا الماتش ده كنا ابطال افريقيا، وكان بدايه ظهور جيل المنتخب المصري الاولمبي اللي فاز بالبطوله سنه 95. حازم امام، عبد الستار صبري، سامي قمصان، علي ماهر، ابتدوا بقى يوصلوا لمرحله النضج، وقدروا مع الكبار ياخدوا بطوله افريقيا، معاهم ياسر رضوان، عماره، حسام حسن، طبعا بطوله ما تتنسيش يعني. فانت لعبت هنا بشخصيه البطل، وكانت بلجيكا في التوقيت ده مش من المنتخبات الكبيره قوي، وقدرت انك تكسبها بنتيجه 1-0. اللقاء الثاني بقى كان شو مصري، عملنا شو كبير قوي، واللقاء ده كان بقياده كابتن حسن شحاته بعدها بست سنين، الكلام ده 2005، بس الماتش ده كان على ارضنا. وبلجيكا برضو في التوقيت ده ما كانتش من القوى العظمى. انا ليه بقول الكلام ده؟ عشان اروح لملاحظه مهمه جدا، عشان اروح بعد كده لملاحظه مهمه جدا، لانه طبعا واحنا رايحين نقابل بلجيكا دلوقتي بلجيكا غير، الماتش ده بلجيكا شالت فيه 4 من منتخب مصر. طبعا هنا الجيل طبعا دخل فيه بقى عماد متعب، 2005 هتتكلم قبل بطولة أفريقيا اللي هي 2006 اللي استضافتها القاهرة هنا، طبعا عماد متعب واحد كان من نجوم المباراة، مين ده؟ مين ال ده عمرو زكي، ده عماد النحاس، يعني نجوم منتخب مصر طبعا في التوقيت ده. و 2006
2008 2010 كان المنتخب المصري شخصية البطل، مسيطر على أفضل فترات مصر إفريقيا في التوقيت ده على مستوى الأندية أو على مستوى المنتخبات. العشرة الأولى من الألفية الجديدة دي صالت الكرة المصرية وجالت على مستوى أفريقيا بشكل كبير جدا. لكن هل بلجيكا اللي احنا رايحين نلعبها هي بلجيكا اللي احنا قابلناها قبل كده؟ بالتأكيد لا. أنت بتتكلم على واحد من أقوى منتخبات العالم، وواحد من المنتخبات حتى لو ما كانتش حظوظه كبيرة جدا في الفوز بالبطولة، لكن واحد من المنتخبات اللي مرشحة وبالتأكيد هتروح لبعيد. بلجيكا بالكوكبة من النجوم ميرتنز ودي بروين ولوكاكو، مش عارف لوكاكو هيلحق ولا لا، بس يعني في النهاية هو واحد من الأعمدة الأساسية لمنتخب بلجيكا. جندوزي يعني اتكلم زي ما انت عايز، كل الحقيقة المنتخبات افراد المنتخب البلجيكي بيلعبوا في أندية كبيرة جدا ودايما نجوم وعلى أعلى مستوى. فاختبار صعب لروي فيتوريا واختبار صعب لمنتخبنا. لكن هو السؤال بقى والملاحظة اللي انا عايز اوصل لها، انت بتتكلم 99 و2005 اخر مواجهتين جمعت مصر مع بلجيكا، احنا داخلين النهارده في 22، في 20 سنه، 20 سنه بس، 20 سنه بس، ايه اللي حصل؟ يعني ليه بلجيكا عملت الطفره دي؟ وازاي بلجيكا عملت النقله دي؟ انا بكلمكم على منتخب مش مصنف وملوش تاريخ، مش بكلم على منتخب فرنسا اللي طول عمره منتخب قوي وند قوي ومنافس قوي بس ما بيحققش القاب، لكن طبعا عمل نقله من 98 برضه. ما بكلمكمش على منتخب اسبانيا اللي هو طول عمره هولندا، منتخب لازم تقول عليه من القوى العظمى في كره القدم في العالم، ما بيحققش القاب ما بيفوزش بطولات كبيره لكن دايما منتخب واقف على رجله، ودايما في نجوم مهمه جدا، ودايما منتخب قوي ومصنف. بيوصل للبطوله وما بيوصلش دي قصه ثانيه. لكن الناس دي عملت ايه في 20 سنه عشان توصل اشتغلت وخططت وحضرت، كان عندهم فيجن ان هم في يوم من الايام يوصلوا لانه منتخب بلجيكا بقى بالشكل ده. انت من 2010 ل 2012 مر عليك 12 سنه وانت تقريبا لو ما كنتش محلك سر يعني بتتراجع لورا. وانت تعتبر قوه عظمى على مستوى افريقيا، انديه ومنتخبات. يعني انت مش دوله جايه من العدم، انت دوله عندها تاريخ وعندها اقدم اتحاد قاري وعندها نجوم كسروا الدنيا بره وعندها اجيال حققت بطولات انديه ومنتخبات كتير جدا، فانت دوله مش هتبتدي من الصفر. انت بس محتاج تحط قدام عينك. اتمنى انه المشروع اللي اتقال عليه مع روي فيتوريا يكون ناجح، واتمنى الحقيقه انه الراجل يقدر يكتب تاريخ جديد مع منتخب مصر، انه مصر تستحق ده. بعد كده طبعا بعد الفتره الاولى هينضم بقى اللاعبين المحترفين، وبعد كده نروح ل ان شاء الله مواجهه بلجيكا، مباراه بينتظرها جماهير الكره المصريه، وكل التوفيق لمنتخبنا الوطني. طيب النهارده الحقيقه انا معجب جدا. يعني قبل ما اطلع على الهواء تابعت مواجهه ارسنال وتشيلسي قمه لندن، يعني ديربي لندن. وارسنال السنه دي عامل حاله عظيمه جدا. يعني خدوا بالك انه ارسنال ما فيهوش النجوم يعني من العيار الثقيل، لكن قدر يحط ايده على شويه مفاتيح لعب ما حدش كان يسمع عنهم. يعني مارتينيلي مثلا، خيسوس طبعا جاي من السيتي، خيسوس طبعا يعني مهاجم، واحد من مهاجمين طبعا البارعين، يعني ما تقدرش تقول انه مهاجم مغمور، ده مهاجم المنتخب البرازيلي وكان عامل شغل كويس جدا مع السيتي، فصفقه ثقيله. لكن مارتينيلي، اوديجارد، يعني في كذا اسم كده. وبمناسبه النهارده انني شارك مع 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 ارسنال في مواجهه تشيلسي، ودي حاجه الحمد لله. يعني كنت مستني اشوف بقى انني مع ارتيتا، لكن الحاله اللي عملها ارسنال السنه دي وسط كبار، كان طبعا في فتره من فترات من كبار الدوري الانجليزي، لكن قعد سنين طويله جدا وصبر على مشروع ارتيتا سنين طويله ومواسم، يمكن 3 4 مواسم، لغايه لما قدر يحط او يرجع الارسنال على الخريطه مره ثانيه. كيف تدار الامور في الانديه الكبيره وكيف تدار الامور في الانديه الجماهيريه؟ عاجبني جدا تجربه تشيلسي، عاجبني جدا تجربه سوري ارسنال، والمستوى اللي وصل ليه السيزون ده تحديدا مع ارتيتا، اللي بيقول انا مشروع مدرب عالمي وكبير. يعني هو كان في يوم من الايام اسيستنت او مساعد لبيب جوارديولا، ويبدو انه استفاد من التجربه دي جدا وبيقدم لنا مشروع مدرب او واحد من المديرين الفنيين اللي هيكونوا في يوم من الايام اسم كبير. لكن هل يقدر ارسنال ياخد المشوار؟ هل صاحب نفس طويل ويقدر ينافس السيتي السنه دي مقدم موسم يعني ولا اروع؟ يعني مباراته الاخيره بتقول ب 10 بيلعب 65 دقيقه لمده 10، وعنده اصرار كبير جدا على حسم المباراه، وقد كان طبعا على ايد الدبابه النرويجيه ايرلينج هالاند. النهارده كمان عندنا ماتش مهم جدا، يعني كمان نص ساعه يمكن
او لا كمان دقايق، يمكن 10 دقايق بالظبط هيبدا واحده من المواجهات اللي المنتظره في الدوري الانجليزي. عندنا طبعا نجمنا المصري محمد صلاح بسكواد ليفربول في مواجهه توتنهام، مواجهه صعبه جدا. واتمنى هو ليفر السنه دي ما تقدرش تقراه. طبعا ده تشكيل ليفربول في المباراه: اليسون في حراسه المرمى، الكسندر ارنولد، كوناتي، فان دايك، روبرتسون، فابينيو، تياجو، واليوت في نص الملعب، صلاح وفيرمينيو، نونيز في الهجوم. طبعا يعني كلوب يعاني، طبعا هيجو لوريس حراس مرمى توتنهام مع رويال، مع داير، مع لونجلي، مع ديفيز، معاهم ساجنسون، ومعاهم بيسوما، بنتانكور، هويبرج، بيريزيتش، وكين. يعني سون مش في التشكيله الاساسيه، اعتقد سون هيبقى يعني ولا في الاحتياطي كمان. على كل الاحوال هي مواجهه من العرض الثقيل، ومباراه دايما منتظره، ونتمنى انه ليفربول طبعا السنه دي ما تقدرش تقيس عليه، يعني بالذات في الدوري الانجليزي ممكن تراهن عليه في الشامبيونز ليج اكتر، لكن قصته في يعني يكسب السيتي ويخسر من ليدز، فمحدش عارف طبعا ايه قصه مع ليفربول السنه دي، لكن في المواجهات الكبيره دايما بيكون حاضر. واخرهم طبعا قدام السيتي قدر يحسم المباراه لصالحه بنتيجه 1-0، لكنها نقطه مهمه جدا وتقدر تساعد ليفربول، لانه توتنهام من فرق المقدمه. فليفربول النهارده لو كسب يقدر بشكل كبير جدا يعوض جزء من اللي فاته، ويحاول يرجع رهاني لليفر السنه دي الموسم ده انه مربع ذهبي. يعني لو نجح يورجن كلوب في انه يقود ليفربول لانه يوصل مربع ذهبي ويضمن مكان للمشاركه في تشامبيونز ليج السنه الجايه، يبقى قمه النجاح. غير كده ما تأملش وما تطلبش وما تحلمش لو انت بتشجع ليفربول، يعني قمه النجاح في البريمير ليج، لكن في تشامبيونز ليج احلم زي ما انت عايز. في تشامبيونز ليج احلم زي ما انت عايز. من ليفربول نروح لريال مدريد، والحقيقه لياو طبعا الجناح البرتغالي، يعني لما خالد عامر دايما بيتكلم على الميلان واحد من اشد المعجبين والمنتمين، على فكره عنده انتماء عظيم جدا، يعني خد بالك الميلان ده في جيل من الاجيال اتربى على انه الميلان هو عملاق اوروبا، هو بعبع اوروبا. في فتره من الفترات ايام سيدورف، ايام تشيفتشينكو، ايام نيستا، ايام يعني ديدا حارس المرمى طبعا البرازيلي، وغيرهم من اومالديني طبعا عشان ما ننساش، كان في سكواد في الميلان يعني مسيطر على اوروبا كلها. ففي الفتره دي اتخلق جمهور كبير للميلان في كل حته في العالم، منهم اللي مازال محافظ على انتمائه وحبه للميلان، واللي نفسه انه الميلان يرجع مره ثانيه. خالد دايما كان بيتكلم على الميلان السيزون ده هو لياو، رافائيل لياو الجناح البرتغالي. في عدد كبير جدا من انديه اوروبا، من كبار اوروبا مهتمه بيه، وفي مقدمتهم مين؟ الملكي ريال مدريد. ريال مدريد مهتم جدا بالتعاقد مع رافائيل لياو اللي ينتهي تعاقده مع الميلان في صيف 2024، ولغايه اللحظه دي يعني هو رافض انه يجدد. في عروض تجديد طبعا جات له كتير من مفاوضات مع روسونيري انه يجدد، لكن لغايه اللحظه دي وحسب ما اكدت صحيفه سبورت الاسبانيه انه لياو موجود بالفعل على قائمه ريال مدريد، لكن مش ريال مدريد لوحده، بتتكلم على تشيلسي، بتتكلم على باريس سان جيرمان، بتتكلم على فرق كتيره جدا بتهتم بالتعاقد مع لياو. مكملين معاكم في السادسه، اسمحوا لنا نروح لفاصل ونرجع لكم على طول. ما عنديش شك انه يعني بنسبه 100% في قناعه عند الكوكب كله النهارده انه الدوري الانجليزي هو اهم بطوله محليه بتقام على مستوى الكره الارضيه. والتحول اللي حصل الحقيقه في تاريخ البطوله انها بقت نمره واحد، وقدرت تتفوق على بطولات كبيره جدا زي الدوري الايطالي والاسباني والالماني والفرنسي، وبقت قبله اهم المدارس التدريبيه في العالم، تجربه تستحق ان احنا نقف عندها خصوصا في الناحيه التدريبيه. بتتكلم على اهم اسماء المديرين الفنيين على مستوى العالم، مش بس فكره النجوم، ومش بس فكره البطوله نفسها والمنافسه ومستويات الكره بتتقدم في الملاعب الانجليزيه. تعالوا نشوف القصه هناك بتدار ازاي. النهارده معانا طبعا كابتن ناثر الخطيب، كان مدرب واتفورد السابق، وحاليا هو مطور المدربين بالاتحاد الانجليزي، هيكون معانا في السادسه طبعا من خلال الفيديو كونفرنس. بدايه طبعا كل الشكر ليك على مشاركتك، واهلا وسهلا بيك معانا في السادسه. اهلا وسهلا كابتن احمد، جدا سعيد ان اكون بين اهلي واخواني في قناه الاهلي واهلي في مصر، وهذه اول مره اظهر على قناه مصريه، واتشرف ان اكون
مع قناة الأهلي اليوم. الشرف لينا، واتمنى ان احنا نستفيد كمان من واقع خبرتك ونحاول ناخد صوره كامله عن كيفيه اداره فكره او مدرسه اداره او تطوير المدربين في الدوري الانجليزي. بس قبل ما اروح لده خليني اتكلم معاك كوره شويه. وهل بتعتقد انه ارتيتا السنه دي مع الارسنال هو مفاجاه الدوري الانجليزي، وهو واحد من المدربين اللي نضجت تجربتهم بشكل كبير جدا مع ارسنال السيزون الحالي؟ أعتقد تجربة أرتيتا في أرسنال هي ليست وليدة اليوم أو مفاجئة لليوم، لكن هي وليدة آخر 4 5 سنوات من خلال عمله مع أحد أفضل المدربين في العالم اللي هو بيب غوارديولا. أعتقد هو أولا تشبع بنقول المدرسة، لكن الطرق الإسبانية المستحببة حاليا واللي سيطرت على فترة طويلة على أوروبا، وبعدها انتقل لألمان سيتي وكان مع احد افضل المدربين. هذا لا يعني انه ليس دور والى الافكار. وانتقل لارسنال، ارسنال اعتقد من الانديه اللي تصبر على المدربين بشكل جيد. انتداباته الذكيه فيها بدايه الموسم، اعتقد 5 لاعبين عالج المشاكل الكثيره اللي صادفها في الموسم الفات، ومنها على فكره تم بيع 40 واعاره 40 لاعب تقريبا من ارسنال في بداية الموسم. فهذا أعتقد هو نتاج عمل صار له أكثر من 2 سنين وليس وليدة اللحظة. طيب خلينا يعني أفهم منك أكتر طبيعة دورك اللي بتقوم بيه في الاتحاد الإنجليزي، وإيه هي فكرة تطوير أداء المدربين، إزاي ده بيتم، وإزاي ده بينعكس كمان على قوة الكرة الإنجليزية كمسابقات وكمنتخبات؟ الهويه الانجليزيه تم اكتشافها قبل، تم وضعها، نقول اكتشافها، تم وضعها قبل حوالي 15 سنه. هذه الهويه يسموها ايفولفنج، تتطور بشكل مستمر، يتم تحديثها بشكل مستمر، لكن اسسها باقيه نفس المسار. هو عندهم وضوح في عمليه كيف يريدون ان يخلقون لاعب جديد، كيف يريدون ان يخلقون هويه للعب. على ضوء هذا الاساس قرروا انه اذا ردنا نخلق لاعب على مستوى عالي جدا جدا ينافس اسبانيا والمانيا والفرق الكبيره في العالم، علينا ان نخلق مدربين ممتازين. على ضوء هذه واجبي كمدرب انه بعد يعني فتره طويله في حوالي 8 سنوات في العمل مع الانديه والتدرج يعني في الدورات التدريبيه، وهذا الشيء اثار انتباهي، فقررت ان اقدم. وواجبي اي واجبي هو الحالي هو عمليه تطوير، كيف نطور المدربين؟ المدربين طيب يقدمون على الشهادات وبعدين نبدي نعمل معاهم. طيب انت ذكرت جزئيه مهمه جدا حابب برضو نقف عندها بالتفصيل، فكره الرخصه التدريبيه. يعني ايه هي اليه الحصول عليها، وايه الفارق، ايه الفوارق من ناحيه فكره الرخصه A و B و C؟ انا عارف انه في اكتر من ليفل او اكتر من مستوى للحصول على الرخص التدريبيه، وايه هي اليه الحصول على الرخص دي؟ يعني ايه هي الاجراءات او الكورسات او الخطوات اللي لازم مدرب يجتازها عشان يحصل على الرخصه التدريبيه؟ في لو نتحدث فقط في انجلترا، لازم اولا احنا ما في عندنا شروط صعبه، لازم يكون عمرك 16 سنه اقل، هذا اقل الحد الادنى. حتى لو كنت عامل ما له علاقه بالعمر، اذا عندك 30 40 50 حتى لو 60 عجبك تعمل كورس كوره ما في اي مشكله. تقدم على السي هي تعطيك البيسك، الشيء الاساسي في عمليه فهم مبادئ اللعب وعمليه كيف تضع وحده تدريبيه فعاله في تطوير الافراد اللاعبين وليس تشكيلات الفرق وكيف ما نشوفها في المباريات الكبيره. تمام. البي تبدي تدخل في يسموها اكثر امور تكتيكيه، حتبدي تدخل شغل في مو فقط افراد، في الوحدات مثل الوحده الدفاعيه، الوحده الوسط، الخط الهجومي، وعندها تبدي تعمل على الفريق. في الاي هي اهمها، يعني تركز فقط على الجانب الاستراتيجي والتكتيكي في المباريات. كيف يتم تطويرها في هذا المجال؟ هل بيطلب الاتحاد الانجليزي، هو انا طبعا اكيد بيطلب بس افهم كيفيه المطالبه دي، هل بيطلب الاتحاد الانجليزي من الـ من الـ من الانديه انه يبقى في شروط، مثلا انه المدربين اللي بيعملوا في الدوري الانجليزي في البريمير ليج
غير الشامبيون شيب غير الليج 1 انه يبقى في رخصه تدريبيه معينه ملزمه ليهم، ونفس الامر ايضا ينطبق على المنتخبات الانجليزيه المختلفه. على فكره خلينا شويه نكون يعني نكون واضحين في عمليه البريميوم ليج والتشامبيونشيب. في انجلترا وحدها يوجد 18 دوري، 18 دوري 18 دوري، وهذا ال 18 دوري اكو حوالي اول اربعه هم يسموه البروفيشنال ليج، الدوري المحترف اللي تمام. هي البريميوم ليج، التشامبيونشيب، الليج 1 وليج 2 والناشونال ليج. قد عملية العمل في الأندية المحترفة لازم يكون عندك مينيموم بي لايسنس. مينيموم بي لايسنس، اللي هي رخصة بي. الرخصة بي مثلا الإنجليزية يعني اللي هو تصدر مسمى الاتحاد الأوروبي. وعندها تكون عندك البي مينيموم، هذا تأهل لك أن تشتغل في الأكاديميات المحترفة وليس الهواة وليس المدارس. تمام. وليس اللي بتاع الفلوس، لا لا، هذول هم تتعامل مع نخبة النخبة. تمام. أما تعمل بالفريق الأول اللي هم 18 وأنت طالع، يعني 18 23 فريق الأول، لازم يكون عندك، لازم مستحيل يكون عندك ما تعمل. صعب جدا، إلا اللهم لو كنت لاعب محترف في الدوري الإنجليزي، يضعوا بعض الاستثناءات. طب لو كلمتك مثلا عن الرخصة بي أو عن الرخصة إيه، إزاي يعني أنت شرحت لي طبيعة المحتوى اللي المدير الفني أو المدرب بياخده عشان يجتاز أو يحصل على اللايسنس دي. طب خليني أفهم منك أكتر، المحتوى ده مرتبط بإيه؟ وهل ليه فترات زمنية محددة؟ هل ليه اختبارات بعد ما يتم الدراسة أو يتم حضور الدورات التدريبية دي؟ هل بيتم مثلا اختبارات عشان يحصل على الرخصة دي؟ مثلا انا حتكلم لك عن تجربتي الخاصه في شهاده الاي. مثلا اولا لازم تعمل في نادي محترف لانه ما ممكن تحصل مقعد. ثاني يكون على الاقل عندك خبره سنتين ثلاثه في الانديه المحترفه، عندك تجربه جيده تدخل. لما قدمت اني مثلا شخصيا كان عدد المتقدمين 900 مدرب في انجلترا، 900 على شهادة لي، المقاعد التي تم اعطائها فقط 120 في السنة. أي. فكنت محظوظ انا. هذا لما تنقبل تدخل على مدى سنة كاملة كورسات اونلاين حضوريا وفي الملعب تطبيق. عندها يضع الاتحاد الانجليزي مطور من جهاز التعليمي يزور تقريبا كل شهر او شهرين، ينطيك حوالي سنة، 6 أشهر إلى سنة يتم زيارتك وتقييم عملك، يشوفك على أرض الواقع، يشوفك شلون تتأقلم بالتمرين، يشوف سلوكك كمدرب، ما أقصد السلوك الأخلاقي، لا لا، السلوك، التعامل مع اللاعبين، في فكرك، يشوفك أنت كيف تحقق هدفك بالوحدة التدريبية في عملية تطوير أداء الفريق وهكذا. عندها عندما تصل يسموها عندنا 10 نقاط رئيسية، عندما تصل 10 هاي النقاط الرئيسية مثل نقول يعطوك صح عليها، انت تجتاز الشهادة. يعني عرفت او قريت يمكن من ايام من ساعات بسيطة يعني يومين او ثلاثة بالكثير انه النجم المصري محمد النني المحترف في صفوف ارسنال حصل على الرخصة التدريبية بي، بس اعتقد انه حصل عليها من الاتحاد الاوروبي. افهم منك ايه الفرق وايه اللي تعرفه يعني، وممكن تحكي لنا برضو الكواليس والقصه الخاصه بالنجم المصري محمد النني. بالنسبه للاعبي الدوري لاعبي الدوري الانجليزي المحترفين اللي هم الاربعه اللي تكلمنا عليهم، هؤلاء عندهم يسموها هيئه اللاعبين المحترفين. هذول هيئه اللاعبين المحترفين يتم رعايتهم بشكل مستمر ويضعون لهم كورسات خاصه بهم فقط، يعني مش ما يقعدون معانا في الـ في الـ في الـ في الدورات. هؤلاء يتم تسريعهم. ليش؟ بسبب تجربتهم الضخمه مع مدربين عالميين، مع ضغط البريميوم ليج، مع تجربه البريميوم ليج، مع لاعبين على مستوى عالي، ففكرهم كخبرتهم كلاعبين تسعفهم في ان يتم تسريعهم في عمليه الوصول لهذه المستويات. شفنا في السنوات الأخيرة نجوم عرب كتير تألقوا في الملاعب الأوروبية ومع أكبر الأندية وحققوا ألقاب كبيرة جدا
منهم طبعا النجم المصري محمد صلاح، منهم رياض محرز، اشرف حكيمي، حكيم زياش، وغيرهم من النجوم. ده على سبيل اللاعب العربي، لكن هل تتوقع انه ممكن يكون في مدرب عربي بيدرب او بيتولى مسؤوليه واحد من الانديه او المنتخبات الاوروبيه الكبيره؟ ولا ده حلم صعب شويه؟ هو لازم نحلم اول شيء حتى نكون، لازم نحلم صراحه، لكن انا اشوفه صعب جدا صعب. والسبب الانديه الانجليزيه او الانديه المتقدمه في العالم كلها اصبحت انديه مال وتجاره. لما تجيب شخص فلان وفلان لازم يكون عنده خبره في اداره امور الاموال واللاعبين والتكنولوجيا. هؤلاء ذول المدربين عندهم، وعندهم ايضا علاقات كبيره وعندهم تجربه. ما ممكن، احنا عندنا مثل عربي يقول راس المال جبان، فانت لازم تجيب الرجل المناسب في المكان المناسب. هاي التجربه يحتاج لها وقت. صحيح، يحتاج كابتن ناثر الخطيب طبعا مطور المدربين بالاتحاد الانجليزي ومدرب السابق لنادي واتفورد الانجليزي، كل الشكر ليك على مشاركتك وكل التوفيق ليك في مشوارك التدريبي باذن الله. شرفتنا على شاشه الاهلي وبشكرك على مشاركتك معنا في السادسه. تشرفنا وشكرا لدعوتكم الكريمه، وان شاء الله يكون لقاء مفيد للجميع. شكرا جزيلا ليك، ولسه مستمرين مع حضراتكم في السادسه، وبعد الفاصل هيكون لقائنا مع النجم الحديدي عمر الحديدي. شرفنا نفتح معاه اكتر من ملف في السادسه، بس اسمحوا لنا نروح لفاصل، نرجع بعد الفاصل نستقبل الكابتن الكبير والنجم نادي الاهلي ومنتخب مصر عمر الحديدي. حلوه البدايات على راي الهضبه، والبدايه كانت كأروع ما يكون. يعني احنا بنتكلم زي ما قلت لكم في بدايه الحلقه، كل ارقام الاهلي من بدايه الموسم لغايه اللحظه اللي احنا فيها حقيقه كلها ايجابيه جدا ومرضيه جدا، حتى يمكن اسرع مما توقع الاهلاويه او يعني معظم الجماهير الاهلاويه. حاله الانسجام اللي حصلت بين كولر وبين اللعيبه، قدرات المدير الفني اللي ظهرت بشكل سريع جدا، مستوى لعيبه كتير جدا اتطور في فتره قليله، وطبعا الاهم، اهم حاجه طبعا بتبقى مرضيه بالنسبه لوجهه نظر الجمهور، هي فكره النتائج ونتائجك العلامه الكامله، سواء في بطوله دوري الابطال، سواء في بطوله سوبر مصري، او سواء في بطوله الدوري. خلينا نقرا كده ايه اللي حصل طبعا مع كولر. في اللحظه دي زمايلي بيبلغوني انه ابو صلاح جاب اول هدف ليفربول في قمه ليفربول توتنهام، والنتيجه بقت 1-0 لصالح ليفربول. نقول لكابتن عمرو الحديدي وشك حلو على الليفر، كنت فين من زمان؟ اهلا وسهلا كابتن عمرو، منور الدنيا. ربنا يخلي حضرتك. بتشجع ليفربول في الدوري الانجليزي ولا ليك ميول وانتماءات ثانيه؟ صلاح. صلاح ماشي مع صلاح يعني. ايوه طبعا. بس انت قبل صلاح وليفربول كان ليك فريق معين في الدوري الانجليزي بتحبه؟ برضه يعني كنت بتلاقي نفسك بتفكر في اسماء لعيبه يعني لعيبه كريستيانو والحاجات اللي دي بروين، الاسماء كده معينه بتبقى انت حابب تتفرج هم بيعملوا ايه. بس مين احلى فريق بيمتعك كوره في العالم، انديه او منتخبات؟ قبل ما ادخل في الموضوع يعني مين الفرقه اللي لما يبقى ليها ماتش تقول انا عايز لازم اقعد اتفرج على برازيل هولندا. برازيل هولندا. برازيل هولندا. برازيل هولندا. تحب الكوره الحلوه؟ احب الناس اللي بتحضر بتعلم قبل ما انت بتكون شغال. مثلا كنت لعيب كوره بتتفرج كل واحد في مكانه انت بتحبه بتنتمي ليه او مثل اعلى بالنسبه لك، بتشوف بيشتغل ازاي، بتقلده وبتحب تتفوق على نفسك بطريقه انك تطور حته معينه. يعني انا من الناس اللي كنت بعشقهم في التكالينج والحاجات دي مالديني. مالديني طبعا. نجم ايطاليا، الميلان وايطاليا طبعا. وانا كنت بعمل كده. مالديني الصغير طبعا. بالظبط. وانا بشتغل ده كنت اقول ايه، طب ما اقوم بيها. ايوه. هو بيعمل تاكل، طب ما اقوم بيها، طب ما اعملها برجلي الاثنين، طب ما اقوم بيها واعمل هجمه. انت عايز تطور نفسك، فالتحكم في الجزء الحركي والعصبي والعضلي كان بيشتغل معاك كويس قوي في الحته دي، عشان انت بتشتغل على نفسك فيها. في مصر الحاجات بقى بتاعت العاب الهواء وزي ضربات الراس كابتن ماهر همام، كان تمارين والحاجات الفرديه وازاي انت كابتن ماهر همام كان اسطوره برضو. احنا كنا بنتمرن مره في احد الاماكن في المدن الساحليه وكان بيشتغل بالعلم. انا قلت لحضرتك قبل كده الكره تمشي في اي اتجاه حسب الهواء. اما كنا بنلعب في اي مكان انت مهجي لك بنفس المواصفات دي. كان بيعيشك الموقف سلبي بس بنفس المواقفات الايجابيه اللي في المباراه، اللي هتحصل في المباراه. بيجي لك من اي اتجاه، بيجي لك حسب الهواء، وتحتيك رمل، بتشتغل بقى باسلوب معين. فخلاص بقى الموضوع بقى انت بقيت بتتعلمه وانت مدرب، تعلمه للاجيال، تقول ده كان بيعلمني الكابتن ماهر همام. فالولد الصغير بيقول لك ده كان بيقول ان الكابتن ماهر همام بيعلمه وهو بقى بيعلمنا. فهي تتوارث وانت بتبقى حابب الشخصيه، الكاركتر بتاع الشخصيه دي، وهو مش موجود
وهو موجود وهو غايب بتجيب سيرته عشان انت حاسس انك جزء من حته منه صغير. صحيح. مين افضل اثنين مدافعين في العالم دلوقتي؟ يعني انا بحس ان فان دايك من الحد الجامدين جدا. أي. بس من الناس اللي كنت بعشقها في حته المسك زامبروتا بتاع ارجنتين حته. المان بتاع ايطاليا الحته المان بتاع حته المان والنزول على الارض قلبه جامد. ايوه انا بحب النوايا يعني دي في ايطاليا. وانت بتتكلم عن ايطاليا افتكر كانافارو بصراحه. ماشي. فابيو كانافارو ونيستا الاثنين دول بص كانوا يعني حاجه خرافيه. بس انا بحب يعني بتميل لحته معينه. في مصر شوف انا قلت لك كابتن ماهر. ايوه. في اوروبا كان ستامب بتاع هولندا حاجه خرافيه. ياب ستامب ده كان شكله لوحده وحش من غير ما تقرب منه. ابعد يعني. كده بتحب في ناس طبعا. معينه كده كل واحد فيهم لو جمعت منه حاجه يبقى لعيب مكتمل. ومين افضل اثنين مدافعين في مصر دلوقتي؟ والله بص انا مش عايز اقول حاجه بره الاطار يعني. افضل انا اتراهنت اربع مدافعين. لا انا اتراهنت على متولي ومحمد عبد المنعم. انا اتراهنت على متولي من زمان. أيوه. وقلت من احسن لعيبه جت في تاريخ مصر بيحضر من تحت اميز كمان محمد عبد المنعم. بس بص على الاثنين انت محتار الكيمياء. أيوه. لايقه. هو بيبقى ناحيه يمين ناحيه شمال بيغطوا على بعض. الكيمياء الاليه بقت موجوده رغم ان هم ما لعبوش مع بعض كتير. ده كان رهان كولر برضو رؤيه كولر يعني. خلاص بص الاثنين بيحضروا النادي الاهلي سهل الحته بتاعت نص الملعب بدل ما حمدي بيجي ياخد من تحت قوي او عمرو السوليه او ديانج بقت هم بيحضر لك الجزء بتاع نص الملعب. فبيقول لك بدل ما بتيجي تاخد مني من التلت اللي في نص بخليك تاخد من التلت الهجومي. خد بالك انا سالتك السؤال ايه افضل اثنين مدافعين في مصر مش في الاهلي. لا انا ما انا عارف. انا عارف انا بقول ايه. انت بتتكلم المدافع. المدافع بايه كمالياته. بجيد التحضير بجيد المان بجيد العاب الهوا بجيد التسليم والتسلم التغطية العكسية الجراءة. مش هتختار حاجة معينة؟ ما انا هختار حاجة معينة. يجيد العاب الهوا هقول لك الونش. يجيد التغطية العكسية هقول لك الونش. القوة فيها جزء من الغشامة هقول لك الونش. اما هقول لك الهدوء وهمسك واتحرك وبعقل وبحضر واعمل كلنا كنا بنقول بدر بنون جه عالج الحتة دي في خط الظهر. ما هم الاثنين هم ولا عالج ولا حاجه. ما هم طول عمرهم كانوا كده. أيوه. محمود مش محظوظ ان هو اتعور. ومحمد عبد المنعم لعب باك رايت واول لما اتصاب حجاز لعب في الحته اللي جوه بقى هو رجع النادي الاهلي بجداره. رامي اما كان موجود بيرجع من الاصابه بتحس ان هو مش غريب. مظبوط. في حاجات معينه انت الشطاره ان المدرب يطبع عليك ويأيد ويعني يعلمك حاجات انت تبقى مستفيد منها. دلوقتي بقى ياسر ابراهيم غصب عني لازم هتعود. ايمن لازم هتغصب عني هتعود. المغربي لازم هتغصب عني هتعود. انا عايز مواصفات متولي وعبد المنعم. الراجل عايز كده عايز الاسلوب ده عايز التخطيط العكسيه. محمد هنا لما لعب جوه بقى ملفت للنظر اكتر من باك رايت. يعني الراجل اكتشف له مكان جديد هو لعبه قبل كده. أيوه. بس ابتدى الحته بقى بتاعت العب بدماغي وانزل على الارض والتغطيه. في اوقات كتير جدا في باكات رايت مش في مصر بس في العالم كله تخش تلعب جوه. رايت تخش تلعب جوه تلاقيها منوره قوي احسن مكان باك. يعني سيرجيو راموس مثلا. سيرجيو راموس بدايته كانت باك يمين مع ريال مدريد. كويس. لما لعب في القلب بقى واحد من اهم المدافعين في العالم كله. كويس قوي. شوف انت وصلت لها اهو ان الحته اللي في القلب رؤيه اوضح. الخط انا هاخد حاجتين السرعات والتغطيات العكسيه اللي جايه من الجهه الثانيه. الخط ده انا بشوفه اصعب حته في الملعب بصراحه. طبعا كابتن عمرو. طبعا. يعني اولا بدنيا مجهود كبير جدا ان مطلوب منك ادوار دفاعيه وادوار هجوميه. مظبوط. ده نمره واحد. نمره اثنين محتاج سرعه محتاج لعيب سريع ومحتاج لعيب ال 50-50 الميزان اللي هو عنده قدرات دفاعيه وعنده قدرات هجوميه يعني. وده ميكس صعب تلاقيه يعني دايما عمله نادره شويه. ممكن يعني المهاجم المطلوب منه او البلاي ميكر مطلوب منه حاجه معينه دور معين. في ادوار دفاعيه هيأديها لكن تقله كله في الملعب في ناحية الهجوميه والاختراق والتهديف. المدافع العكس الصحيح. المدافع برده كل مطلوب منه الادوار اللي حضرتك اتكلمت عليها دي والنواحي الهجوميه ممكن يكمل فيها لو بيجيد العاب الراس او بيجيد التصويب من بعيد. وانت مثلا جيلك كنت انت وكابتن ابو الذهب بعدكم اعتقد بشويه سمير كمونه. بعدين السنه وكان جمال السيد والمشير برده عنده سمير كمونه وعمرو الحديدي العاب هوا تلاقيهم مكملين وهدافين وبيشوطوا من بعيد. فمطلوب منهم بس برده مش دور رئيسي. لكن الطرفين دول يعني علي معلول واكرم توفيق طول المباراه زو 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 ومطلوب منه كروسات واختراقات ومطلوب منه يرجع يدافع ويقفل على لعيبه تقيله فبيبقى مركز صعب جدا. بص يا استاذ احمد نقطه مهمه جدا احنا شفناها في مباراه النادي الاهلي الاخيره مع نادي الزمالك. التغطيه اللي عملها علي معلول في الكره اللي في اخر مره عملها على مرحلتين. تغطيه اساسيه
وادى لنفسه باور معين، بتشجع نفسه بنفسه، راح عملها على مرتين عشان كان في خطا لعلي معلول في التغطيه العكسيه باستمرار من الجنب، من الجهه اللي من جهه اكرم او محمد هاني. وانت بتعمل بتبقى انت وشك للكوره، المفروض ابقى العكس، يبقى ايديا مصدر لمس للفيرود عشان اعرف اتحكم في تحركاته، وظهري يبقى للمرمى عشان الرؤيه بتاعتي هي طرف عيني اللي بيشوف وطرف عيني بيراقب. يعني بيبقى عندي اللمس للمراقبه والعين للتوقع هتبقى فين. في ناس كتير قوي بتروح على القريبه عشان الفيرود بيقطع. طب هو لو رجع، لو واقف بجنبه ورجع، انت تضطر ترجع بظهرك، يبقى انت الاضعف. فاما انا اقرب ونفسي يبقى في نفسه، حتى لو هو طلع في الكوره وطلعنا مع بعض في فرص، الحاجات اللي بيبقى فيها التحام يعني ممكن توصل الكره ضعيفه، ممكن توصل للمرمى ضعيفه، تضايقه، تزحمه فيها، تخلي توجيهه مش تعكس. يعني مره انا في المرات ماتشات كنت حكيتها للكابتن ماهر واحنا كنا في السعوديه، وطلعت العب الكره بدماغي فمش هلحقها، انا عارف انه هيسبق، خبطت دماغه بالكوره، يعني دماغه الاول وبعدين هو خبط الكوره. فقال لك لا بدماغي، بدماغي عمرو، يعني انا خبطت زي البلياردو، خبطت دي تديني اتحركت. بس هو اتشال بقى، ما راح في حته ثانيه. طيب خليني اقول لك، خليني اسالك سؤال اول المرتبط بالميركاتو. الاهلي عمل كام صفقه السنه دي؟ هو اللي احنا شايفينه او اللي اتقال للناس اربع صفقات، ثلاث صفقات، ثلاث صفقات. بنتكلم في شادي وبرونو سافيو ومصطفى ميسي. مظبوط. مين قال كده؟ انا عايز اسمع راي كابتن عمرو. طيب اول حاجه، النادي الاهلي جاب صفقه من العيار الثقيل جدا، ثقته ما بينه وما بين جمهوره بالاداء اللي احنا شفناه، بتحمل المسؤوليه اللي شفناها في مباراه الزمالك، بالالتزام الهايل، بالروح اللي كانت مش موجوده. الاسم، ما هو الاسم ده في ايديهم، في رجليهم. انت بتعمل ايه؟ انت هتعمل ايه؟ انت فكرت في شويه خروج عن الخدمه لفتره بسيطه، زعلت واتدريت واستخبيت وما عرفتش تتكلم ولا تقول في السوشيال ميديا ولا الصحافه، ومش عارف تعمل اي احاديث ولا تطلع في اي برامج. اما رجعت تاني توب الاسد بتاعك اللي انت فرطت فيه لمده ثواني بس، ما حسبتهاش صح، او قلت بونت هيفكر بونت، لا دي عملت كره جت كتيره من ايام موسيماني. انت دلوقتي اللعيبه اللي احنا شفناه هو ده اللي ما عنديش اقل منه، هي دي امكانياتك، هي دي لعيبه النادي الاهلي، هو ده الكيان اللي انت المفروض بتلعب له وبتنتمي له. زي ما بتضيف هو بيضيف لك، انت بتضيف له. بس اللعيبه ما قصرتش. ما هي ما قصرتش، ما اختلفناش يعني، ما بس اللي احنا شفناه الالتزام، التوجيه، الروح. لا هو زحمة. هو احنا بنتكلم في الروح، هم ارتاحوا بس يعني. خد بالك فكره الضغوط المستمره، يعني حتى لو بدنيا اللعيب سليم وما عندوش مشاكل لا اجهاد ولا اصابات، حتى لو لعيب، فكره الضغوط المستمره بدون توقف وبدون راحه وبدون قدره على انك تفصل وتجدد دوافعك وتعيد تفكير وتحديد اهداف جديده، دي في حد ذاتها ما فيش بشر يستحمل يتحملها. يعني احنا قلنا كان مع بني ادمين، مش احنا مش اجهزه اليه، ما اختلفناش. بس احنا بنقول ان لعيبه النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي، ادي اول صفقه تبادل الثقه ما بيننا احنا الاثنين. ثاني صفقه ميشيل يانكون، هو كان في عاره، كان في عاره بس عاره صغيره، عاره صغيره، رجع انطبع ده على الشناوي شكلا، موضوعا، تركيزا، على مصطفى شوبير، على علي لطفي، على مصطفى مخلوف، على حمزه، على دي قرايه جديده بالنسبه لي. ميشيل يانكون شايفه صفقه، كان في عاره، عاره صغيره بس، معاك كسب الفريق الاول ورجع الفريق الاول. بص يا استاذ احمد، الراجل لما بيجي يكون ملامحه ده عايش في النادي الاهلي بقاله 30 40 سنه، الحب، الكيمياء الغريبه اللي طبعها عليه كيان النادي الاهلي في قلب الراجل ده، ادي واحد. كان في لعيب كنت فاكرك هتبتدي بمارسيل كولر بصراحه، في ناس كتير بتشوف انه انا في فرق ان انا باكل كتير قوي، فرق ان انا هحلي اقوى حاجه. ماشي. يعني انت عايز تبروز. هنتكلم في هاخدها واحد واحد. كان عندنا اتنين في اصابه او في مستشفى، وخدناهم اعاره النادي الاهلي بعد ما كانوا موجودين عندنا، اكرم ومحمود متولي. تمام. بسم الله ما شاء الله، القوه الا بالله. وعمار كمان لما يرجع، يعني انا شايف ان انا هاخدها واحده 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 واحده. ماشي.
انا قلت مش اليانكو انطباع عشان الشناوي. انت بتتكلم على صفقات المستشفى، فقلت ادخل صفقات المستشفى مع بعض. انت عايز تكمل المستشفى كامله؟ يعني المستشفى مع كامل بعض كامل العدد. عمار عمار طبعا فرق برضو معانا كتير طبعًا. يعني وجوده في بالذات في الفتره الاخيره لو كان جاهز كان ورقه مهمه طبعًا جدا. طبعا طبعا عشان هو نهى وهو كويس قوي حقيقي. اكرم والمفهوم ان انا مش بعرف اهرج، بتقابل بحاجه واحده بس، لعب عليا واحد اثنين ثلاثه ايا كان الاسماء مش قصتي، انا بحترم بس انا عارف امكانيات نفسي. محمود متولي العقل والفكر والرزانه اللي احنا كنا عايزينها، واحتمال يعني وثقه الراجل في امكانيات محمود كافئه محمود للراجل. محمد عبد المنعم مش غريب عليك، فهمت الدرس كويس، هديت ما بقتش منفعل، كنت بس خارج نطاق الخدمه في الانفعال سنه، في التوجيه، في الاعتراض، في ابتديت تركز في المباراه بس، بقيت حاجه اكثر من هايله يعني كميتك انت ومحمود في حته تانيه. ادي اتنين احنا كنا بنفكر نجيب بعد مغادره بدر بنون للنادي الاهلي او خروجه في نادي تاني. علي معلول الراحه، انت كنت بس محتاج راحه، الصفقه بتاعتك راحه، اسمها صفقه الراحه انه يستريح بس. الو ديانج راحه نفسيه، صفقته النفسيه مع ديانج ماشي. شايف ان السكواد كله جديد يا كابتن عمرو، الناس ماشيه. انا قاعد، انا رايح بلجيكا، انا رايح تركيا، انا رايح فرنسا، انا رايح خلاص يعني قاعد. العروض اللي كانت بتيجي كتير او بيتقال انه في عروض لاليو ديانج الى حد كبير بتبرجل طبعا وتاثر وتلخبط نفسيا. حمدي فتحي اعاره الجواز ورجع، اعاره الجواز ورجع وحقق المطلوب منه. هو طول عمره عمود وضلع كبير منور قوي ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، ربنا يحفظه من الاصابه. يعني من اللعيبه اللي يعني انت عارف دايما احنا بنبتدي السيزون نفسه الجمهور يعني واحنا لسه مكسلين، لسه ما سخناش قوي، لا ولسه انا عندي مبدا واحد، هبدا زي ما انهي وفي تمريني كده. ما شاء الله ما شاء الله. عمرو يعني السوليه الراحه والهدوء والفكر وزي ما نقولوا بقى ايه والتوجيه والخبره. الراجل اللي كان موجود علم وقال. المعلم رجع تاني، كان في اعاره شويه فتره ورجع المعلم تاني قفشه. برونو سافيو صفقه جديده للبرازيليين. طب نقف عند الصفقات الجديده اللي لاول مره بتظهر بتيشيرت النادي الاهلي، يعني كل اللي انت قلت عليهم صفقات جديده نوعا ما بشكل ظهورهم بمستواهم بتالقهم، لكن الاسماء اللي اول مره تخش وتلبس تيشيرت النادي الاهلي انت بتتكلم بقى على ايه المفيد. محتاج اسمع رايك فيهم، بس هتسمح لي اروح لفاصل ماشي. اخير فاصل اخير وسريع ونرجع نكمل كلامنا مع كابتن عمرو الحديدي. اللي متابع اللقاء طبعا مع نجمنا النهارده كابتن عمرو الحديدي ممكن يقول اللقاء ده لو كان بيتم والكلام اللي قاله كابتن عمرو الحديدي ورايه في تالق نجوم النادي الاهلي وشكل الاداء النادي الاهلي، لو كان اللقاء ده حاصل قبل بدايه الموسم طبعا الناس كانت هتبقى غضبانه جدا، والناس كانت هتبقى مش راضيه جدا ومش مقتنعه جدا ومش هتشتري مننا حاجه. لكن لما ده حصل بعد ست جولات في ثلاث بطولات مختلفه وكانت نتائج الاهلي واداء الاهلي بالشكل ده، اعتقد انه الناس اقتنعت بشكل كبير. وصلنا مع كابتن عمرو قبل الفاصل للصفقات اللي لأول مرة تظهر بتيشيرت النادي الأهلي، هو وجهة نظره إنه في كتير من الأسماء اللي ظهرت قبل كده أو اللي موجودة على قوة قائمة النادي الأهلي بيعتبرها هو صفقات جديدة، وظهورها السنة دي والمستوى اللي ظهرت بيه مع تحت قيادة كولر تعتبر صفقات جديدة، واتكلمنا على كتير من الأسماء اللي توهجت في بداية الموسم. خلينا نروح بقى لي مرة تانية طبعًا كابتن عمرو برحب بيك، خلينا نروح للصفقات اللي أول مرة الجمهور، خد بالك إنه دايمًا وأنت بتبتدي موسم يعني طبعا بنبقى مستنيين نشوف الاهلي، عايزين نشوف فرقتنا لانها بتبقى وحشانا، لكن كمان بيبقى في حته زياده شويه انا عايز اشوف اللعيبه الجديده، انا عايز اشوف اللعيبه اللي الاهلي عمل صفقاتهم، فانا مستني بالذات شادي، مستني برونو سافيو بما انه كمان احط بين قوسين كده الجنسيه برازيلي، فمستني منه حته زياده، مستني اشوف طبعا مصطفى سعد لسه ما ظهرش، لكن انا شفت مصطفى مع منتخب مصر، اتفرجت على ماتشات منتخب مصر مع اسواتيني، الولد عنده مبشر جدا وعنده كره محترمه جدا. جاي ان شاء الله جاي باذن الله ان شاء الله. رايك ايه في الصفقات الجديده؟ وابتدي خلينا ابتدي ببرونو سافيو. لا معلش، في صفقه كده لسه جديده جامده قوي يعني لازم ياخد حقها هو الاول. تمام. كولر نفسه. ايه الصفقه دي بقى؟ صفقه سويسريه بطعم الماني بشخصيه بهيبه النادي الاهلي، برضه تحس ان هو عايش معانا من اول يوم دخل النادي الاهلي وبانت شخصيته وهو بيبص على البرج ويبص النادي الاهلي من جوه. اورتفايلر نفس الهدوء، نفس الفكر،
نفس الكيمياء، واول لما عمل معسكر اليوم الطويل بس خلاص تنبأت بقى وتوقعت كل اللي هيدور جوه معسكر النادي الاهلي. اكثر من رائع في سلوكه، في تصرفاته، في كميته مع اللعيبه، في قرايته للمباريات، في فريق تحليل الاداء اللي هو مجنده لان هو يشتغله على فترات. راجل صريح ما بيقولش كلام في مؤتمر صحفي فض مجالس، ما بيتكلمش عن حاجات معينه، هو بيتكلم في الصميم. انتوا اول لما انا جيت بقى لي 6 أسابيع بيتكلموا عن ماتش الزمالك، طب والماتشات كلها؟ الراجل بيركز على بعيد، عنده نظره بعيده شويه، بس عنده الملف واحد واحد. الملف الاولاني اتحاد المستيري، الملف الثاني الاسماعيلي، الملف الثالث اسوان، الملف الرابع اجي بقى لمباراه الزمالك والسوبر. شوف مش بيخليه نفسك تبقى مشتت على قد ما انت مركز في اللي قدام عينيك، وبعد كده انتقل للمرحله اللي بعدها. نيجي لسافيو، امكانياته وكورته الناس قبل ما تقيم اللي انت شفته من سافيو، متفق مع اللي انت كنت متوقعه مع صفقه لاعب برازيلي؟ بلاش نحط كلمه برازيلي في جمله. كلمه برازيلي يبقى الشعب المصري كله هيتكلم عن رونالدينهو ونيمار. ايوه الراجل بقى السحر اللي بيكلم الكره والكره بتستجيب ليه. لا احنا بنقول امكانياته ولمساته اول لما تشاف اتحاد المسير عنده. انا بالنسبه لي كلمه برازيلي معناها انه حاجه مش موجوده في الدوري المصري. أنا بالنسبة لي كلمة برازيلي يعني لعيب يقدر يعمل إضافة، يقدر يعمل يوجد حلول كنا بنعاني في إن احنا نلاقيها قبل كده، فهل شايف إنه قادر يقوم بالدور ده؟ تقييمك ليه؟ جاي لاعب الدور ده جاي خلاص كميته لاقت، مش هقول لك المناخ والجو الجول بتاع الزمالك طبعا يقرب التوقع والفكر والاستلام والتوقع قبل ما يروح والوردي يحضرها. مش قصدي اشتغل بيها كويس، أنا مش قصدي على فكرة إنه جاب جول حلو. لا مش موضوع كده، أنا بتكلم على إنه لما صفقة جديدة تيجي تظهر في مباراة بتجيب لقب، يعني مباراة بطولة ومباراة مع غريم تقليدي، ويقدر يكون صاحب بصمة مهمة جدا، يعني الجول ده خلى الأهلي يركب الماتش بشكل طبعًا كبير جدا. طبعا أنا أقصد أقول إنه أثر الجول ده يخلي اللعيب يرتاح نفسيا، يعني يجي بعد كده بقى يبقى مفيش الضغوط تقل. محاولة تقديم أوراق اعتمادك تقديم أوراق اعتمادك بتيجي إزاي يا أستاذ أحمد؟ امكانياتك كويسه بيحليها ايه؟ تورته الفرح بقى. هدف كميتك لايقه مع الجماهير شكلها ايه؟ هقتنع بيك ولا لا؟ ما في اسماء كبيره جت قبل كده ما اقتنعش بيها الجماهير وبعدت. انت لما جيت الاهلي يا كابتن عمرو وانت نازل اول ماتش، انت بتبقى يعني نازل الملعب وحاسس انه يلا يا كابتن عمرو ورينا بقى، فاهم قصدي؟ طبعا يعني انا بحط في حساباتي طبعا بحط في حساباتي على حاجتين مجلس اداره ولجنه كوره جابت الراجل ده. جماهير هتقتنع بامكانياتك، مدير فني لو جه ممكن يقتنع او لا. التلاتة بقوم لايقين على بعض، التلاتة اقتنعوا بعض، التلاتة بقى عندهم هدوء، بقى عندهم ريلاكس معين في اداء الراجل. الراجل لعيب كويس، لمساته كميته، الراجل رقم 10 والراجل رقم 11، بيلعب في القلب تحت الفرويد وبيلعب ناحيه الشمال، يقدر يشتغل على نفسه. بس احنا بنقول مع اختلاف المناخ والجو وتغيير اسلوب اللعب ما بين بوليفيا ولا البرازيل وفي مصر، مع الوقت هتشوف حاجه كويسه. زي ما صبرنا على فلافيو سنه ونص، في حد كميته سريعه بتليق بسرعه زي جيلبرتو، في حد بياخد وقت، فهو خلاص قدم اوراق اعتماده. احنا لسه في الاسبوع الثالث ولا رابع مباراه للنادي الاهلي بعد ماتشين الاتحاد المصري رايح جاي والاسماعيلي واسوان، يبقى في مباراه الزمالك كده قدم اوراق اعتماده من اوسع الابواب. نتمنى كمان فتره التوقف دي يشتغل يعني مع كولر، الناحيه البدنيه عنده ممكن تفرق معاه كمان كتير يا كابتن. ممكن صح؟ الراجل بان عليه الشغل ده على ديانج وعلى حمدي وعلى السلية وعلى طاهر ايوه لسه اقول لك اهو حصان الصحراء. انا خلاص لقبت ليه طاهر كان بيبقى متنشن وهو في الاداء، ولا بقى بيترجم كل شغله لل 90 دقيقه لل 120 دقيقه. بعمل جزء كبير جدا بتوجيهات مدير فني، بفكر وتطوير من طاهر، بانسجام وكيمياء لايقه ما بين مدير فني واداء لاعب. اللي يقول لك ان طاهر في مباراه اسوان خد طرد، الراجل مش هيلعبه في ماتش الزمالك مستحيل، لا انا عايز ادخل حد تاني. لا ده الراجل مقتنع بامكانياته ونزله وعمله واداله، وبعد كده قال له الفرس التاني يجهز، فرس الماراثون الجديد كريم فؤاد. بسم الله ما شاء الله، الراجل مركز. يمكن انا قلت لحضرتك في الفاصل اي لعيب فينا بيبقى قاعد بره بيركز على حاجتين، ممكن اكون كويس قوي زي ما انا ظهرت في مباراه الاسماعيلي. لا الراجل عارف هو بينزله امتى وياخد منه ايه. ايوه
لا ده انا المفروض انا اللي هايل بقى، ده انا اللي بجيد الحته الهجوميه وبجيد الحته الدفاعيه. لا الراجل عارف امتى ينزلك وامتى ياخد منك، وانت في نفس الوقت قاعد مركز للي هو بيطلبه منك وبيشرحه لك. ده الشغل الشرح. اما شغل الاداء عملته في التمرين، تمرينك زي ما زي المباراه الرسميه، ما عندكش ما بتفصلش ما بينهم زي اكرم في حاجات كده. احنا شفنا كريم فؤاد، شفنا طاهر، شفنا سافيو 10 وعلى جنب 11، شفنا فيرويد بنقول عليه طلقه بس عايز يعمل كل حاجه في وقت واحد. شادي حسين عايز يعمل كل حاجه، عايز يقطع القريبه، عايز يسدد برجل اتنين، عايز يسدد باليمين وبالشمال ويراوغ كذا حاجه. هتيجي هتيجي. احنا شفنا النادي الاهلي عنده حاجه يا استاذ احمد مهمه قوي. اول ما الهاف بيشتغل من ناحيه الوينج رايت او الوينج ليفت، اول ما بيوصل ما بيفكرش بالعرض، بيفكر اللي جاي من تحت اللي هو بيعمل له خلق مساحه الفرود فيها. اذا كان شريف، اذا كان شادي، اذا كان حسام، خلاص دي شغل. ده شغل مدرب، عشان احنا على مدار السنين ما شفناش حد بيعمل دي كتير الا ايام بركات، يروح لغايه الخط ويعملها بالورا لمتعب او لابوتريكا او لا ايا كان مين، او لبلال ايا كان مين اللي في الوقت ده، شفناها على فترات بسيطه. اما دلوقتي بقت اساسيات. اول ما اوصل افكر في ثلاثه القريبه اشيلها على البعيده، افكر اللي جاي من تحت. كريم بيعملها حلو قوي، عملها لشريف مره، وعملها لشادي مره، يعني يبدو انه راجل مركز جدا مع كريم في الحته دي. ريال مدريد لما اشتغلت ايام كريستيانو وبنزيما، كان كريستيانو بيوصل بيدور على بنزيما اللي قادمونا من الخلف. ايوه، وخصوصا ان كل الباكات بتبقى جاريه على انت بتبقى يعني فاكر بتفصل الكوره. ما بتبصش للخصم اللي انت ماسكه او للمان اللي معاك. انت بتبص للكوره بس. هو في الوقت ده الشطاره بقى، بعمل فنت وباخد خطوه لتحت. الفرود ساعتها بيبص هتتشال فين، على القريبه اقطع ولا تتلعب اللي ورا زميلي يغطيني، يبقى انا هفكر في حاجه واحده، عيني على الكوره. اما لو انا بصيت على الكوره مع اللمس اللي هو الجزء الحركي بيني عشان ابقى عارف الخصم بتاعي فين، لا مش هتبقى ما بقاش فيها تركيز كتير. طيب خليني اروح معاك لشكل المنافسه. يعني يبدو انه ده مش اكيد، يبدو انه المنافسين الرئيسيين للاهلي في المواسم الاخيره بدايتهم متعثره شويه. يعني بيراميدز بيعاني سواء في الدوري او في افريقيا، الزمالك خسر قدام الاهلي في السوبر، اتعادل مع امبي في الدوري، يبدو كمان ان في مشكلات. يعني يبدو انه في مشكلات، لكن في النهايه انا ما بيهمنيش غير نفسي. الناحيه الثانيه بشوف يمكن مرتبط بالميركاتو او بس بحلاوه البدايات، بشوف انديه ثانيه قدرت تبتدي مشوار الدوري بقوه جديده زي الاتحاد السكندري. الحقيقه شفت له 3 ماتشات، يعني فرقه محترمه جدا وعنده عامل ميركاتو كويس، شفت لعيبه في الملعب تقيله. تقدر تقول الاتحاد السنه دي شكله مختلف. المحله طبعا جايه برضو، يعني عامله عروض كويسه. هل شايف شكل المنافسه في البطوله المحليه السنه دي هيختلف؟ هل شايف انها اسهل من المواسم الاخيره؟ اصعب من المواسم الاخيره؟ اصعب من المواسم الاخيره اللي فاتت كلها. اللي بيفكر دلوقتي انا مسميه دوري 2022 23 اخطف واجري، ما فيهاش كلام، ما فيهوش حاجه تانية. الاتحاد رئيس نادي، مدير الرياضي كابتن محمد عمر، فكر ازاي اجيب صفقات، مدير فني عايز طبعاً ينجح في مصر اول مره صربي، لعيبه تقل عليها رئيس النادي والمدير الرياضي زي هشام صلاح، زي مروان عطيه، زي احمد عادل ميسي. كام اسم على فكره مهاجم انت بتتكلم جداً بقى على اوستن اوموتو ومابولولو. الراجل بيبقى بيشتغل بفرود واحد، ينزل فرود والتاني يقلب المباراه زي مباراه الجيش ويحولها ل3-1. ده شغل مدرب. شغل مدرب. هتيجي تقول لي على المحله، ما انا اتعثرت السنه اللي فاتت عشان مستني مباراه تعادل عشان تخليني في الدوري. طب ما انا الم اكبر كادر ممكن من النقاط عشان تريحني في الدور الثاني. انا مش هنافس على الدوري، بس طول عمر المحله يعني انا كنت موجود، كانت من الثلاثه الاوائل. وممكن اقول لك، يعني ما بقولش اني نفسه على الدوري، بس بقول انه يبقى في مربع ذهبي. انت لسه عندك فيوتشر ما جاش، لسه امكانيات لعيبه بقى، لسه عندك بيراميدز اعتقد هيصحح اوضاعه. اقول لحضرتك زاد على فيوتشر ان دخل كونفدراليه، زاد على بيراميدز برضو كونفدراليه وقبل كده وكان موجود. عايز يكون البدايه بتاعتك شكلها ايه؟ في حد قبل ما اقول ان هم ممكن يبقى عندهم تعثر، ما انا اقول ان النادي بتاعي هو اللي فايق، اقول النادي الاهلي اللي فايق.
مش ماليش دعوه بيهم، انا هتفرج عليهم بس. بالتاكيد ماليش دعوه بيهم، بس انا بكلمك على بطوله الدوري. بطوله الدوري النادي الاهلي بادي شكل المنافسه شايفه هيبقى مختلف. السنه اللي فاتت كان الاهلي وزمالك بيراميدز هم اللي بس قدام، وفرق كبير جدا لا هقول لك حاجه صح، نوافع الاهلي من الاول بدايه ولع النار خلاص. لا نار. ما احنا برده السنه اللي فاتت كابتن عمرو افتكر كده السيزون اللي فات، بس مش بالشكل ده، مش بالتركيز ده. لا 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 اختلف معاك. السنه اللي فاتت ما رحمتش كويس، يعني اول خمس ست اول ست ماتشات الاهلي علامه كامله كويس. 18 بونت من ست ماتشات. بقى ايه اسكورات اسماعيلي اربعه وسموحه اربعه والزمالك بعد خمسه وبعد كده ثلاثه. بعد كده حصل حاجات كتير جدا خارجه عن ارادتك، ضغوط انا مش عايز ارجع للموسم التاني، مش هنخش فيها. يعني انت اجهدت واتظلمت، وكاس عالم لعبته من غير نص لعيبتك، والاتحاد المصري والاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي باعوك وخانوك خانوك، ورغم كده رحت واديت وكسبت مونتريه وكسبت الهلال دوري الابطال وقصه الوداد. انا مش عايز افتح الاجهاد والاصابات والتحكيم، يعني ضغط من كل الجوانب. انت ما ترحمتش الموسم اللي فات. اقدر ويمكن لو كان موسم طبيعي، يعني كان في فتره اعداد وكان في فتره راحه قبل الموسم، كانت النتيجه اختلفت تماما برضو. لكن في النهايه قدر الله ما شاء فعل. لكن اللي بتكلم فيه انه برضو بداياتك السنه اللي فاتت ما كانتش وحشه، بالعكس كانت هايله. هستاذن حضرتك بقى هنا اسلوب بسيط. انا بادئ السنه دي زي ما بدات السنه اللي فاتت، نار وضاغط والعلامه الكامله. بس مش هفرط في حاجه، مش هاجي على بطوله على حساب بطوله. لعبت اهلي دوري عام 3 بونت، لعبت افريقي 3 بونت، لعبت كاس مصر 3 بونت، لعبت كاس الرب 3 بونت. مش هفكر في حاجه تانية غير الملف في وقتها. طيب مش هرحل الملف على حساب ملف. طب ده ياخدني للمرحله دي. انا عندي بعد ما يعني بتبقى متضايق شويه، عندي توقف. تمام. التوقف ده ممكن يبقى فيه مميزات وفيه عيوب. يعني التوقف ده فيه ميزه ان انا اعرف اشتغل، اوصل فكري اكتر. تمام. المده الزمنيه اللي جيت فيها ما تلحقش يحصل اي شغل. لعبت ست ماتشات هقراهم، اطلع الحاجات اللي ما عجبتنيش واشتغل عليها. تمام. والحاجات اللي عايز ازودها. ففيها نقطه وفيها نقطه سلبيه، انه الفرقه كلها مش مكتمله. عندك عناصر دوليه مع منتخبات، سواء معلول مع تونس او اللعيبه مع المنتخب المصري، بس ممكن اطلع منها بمكاسب كتير. وخصوصا ودي اهم نقطه اسمع برضو رايك فيها، فكره ان انا ادي فرصه للي ما ظهرش، للي ما شاركش، للي ما خدش مساحه يقدم فيها نفسه في الماتشات. الصداع بيبقى في دماغ المدير الفني فين يا استاذ احمد؟ اما يكون عندي كل اللعيبه شبه بعض، اللعيبه كلها كويسه. ده مش صداع، دي احلى حاجه في الدنيا. ايوه احنا بنسميها احنا صداع عشان اختار 11، عشان اختار 5. احنا هنقول النادي الاهلي من اول ما بدا الموسم ده 6 اسابيع كاملين، في حوالي 8 ما فيش غبار عليهم، 8 ما فيش اختلاف عليهم. ماشي. من اول الشناوي لغايه نص الملعب وخط ظهر. تمام. واحد او اتنين بنختلف يبدا مين على حساب مين. ماشي. حتى الغيارات بتبقى اسهل ما يمكن، انت عارف الراجل هيشتغل ازاي. طب لو عايزين نصعبها بقى، نصعبها انك انت هتبدا في فتره الراحه دي والمنتخب شغال، انت اللعيبه الثانيه هتظهر. هو دي الصعوبه بقى. كريم هايل، بس انا عايز من طاهر. طاهر ولا كريم؟ سافي ولا عبد القادر؟ سافي ولا قفشه؟ شادي ولا شريف ولا حسام؟ ديانج ولا السوليه وحمدي؟ ولا واحد هيريح والاثنين هيبقوا موجودين؟ كوكا لازم يبقوا في الصوره. ما هو ما هو حتى كهربا لازم يبقوا في الصوره. محمد اشرف وعلي معلول. اكرم وهاني وكريم ورأفت ومغربي يعني شوف صح. وحراس مرمى الشناوي وعلي ومصطفى شوقي ومصطفى خلف وحمزه علاء كتير. بس هو ده لو رجعت بالسنين للتسعين كنا احنا كده فرقتين، فرقه بتلعب في تونس وفرقه بتلعب في بطوله افريقيا. احنا بنلعب البن الاثيوبي والناس واخدين بطوله عربيه في تونس. بص معاك فرقتين وفرقتين كبار وفرقتين تقال. هو ده الشغل، هو ده المشروع. هو ده اللي بيبني فكر للنادي الاهلي. الحته دي يا استاذ احمد مهمه قوي. ان انا المشروع اللي انت بتتكلم عنه اكتمل، مدير فني محترم وفكر عالي وفكره محترم واداء وانطبع على اللعيبه، لعيبه بتنفذ وكل واحد بيقدم اوراق اعتماده عشان يقول للراجل انا موجود. مجرد ان استاذ احمد بقى في الملعب او لما بيغير وزميله بينزل، لازم بادي افضل مما هو ادى، من ما هو انتهى انا ببدا، مش هبدا من جديد. يمكن قلت لحضرتك جمله في الاول، المعلم رجع في حته كده معينه نفسيه، انك لما تمسك اديت نتيجه المعلم اللي هو قفشه تمسك كوره نص الملعب يعني بتمسك الكوره تنقل، بتاخد الكوره من رجل لرجل،
الاستحواذ بيبقى شكله ايه؟ سيطرة على مجريات الملعب، نتيجة إيجابية، تفوقك في المباراة، أربع حاجات ونتيجة إيجابية مع أيا كان الاسم. اللعيبة أما بتنزل كلها تركيز أي. من أول لما الراجل بيبقى في المحاضرة لغاية أما الغيارات بتشتغل وبيبقى اللي موجود، أنا عايز أبقى كذا، أنا عايز أبقى ملتزم بكذا، أنا عايز أول لما أنزل أدي كل دوت، بيدور شريط ميني فيلم في دماغ كل واحد هيبدأ الراجل واثق فيه. هنا العلامة الكاملة بقى، النادي الأهلي عنده ثلاث فرق مش فرقة واحدة، عندي بدل الحل 100 حل. احنا السنة اللي فاتت كنا بندور على حلول، يعني هنقول اللي أخفاقه سواريش ميزه أما محمود لعب كتير، زي ما زياد طارق لعب كتير، زي ما محمد محمود لعب كتير، زي ما أحمد سيد غريب لعب كتير، في حاجات كده، زي ما محمد أشرف أنت عرفتونا بيه من بطولة زي دي، من البطولة أول حاجة في الرابطة وبعد كده مع سواريش، هو ده كريم فؤاد، ظهر نبذة من كريم فؤاد مع سواريش، ظهر تألق مع كولر. مع كل اللي أنت بتقوله ده، مع كل اللي أنت بتقوله ده أنا متفق معاك بنسبة كبيرة جدا فيه. لا 100% يا أستاذ أحمد، هنسيب النسب مش عايزين لا نتفق مش عايزين نختلف 100% يا كابتن عمرو، لكن خليني أقول برضو إنه أنا لسه طمعان شوية. أنا ويعني لو كنت يعني أنا بتكلم بلسان جمهور يعني، لسه طمعان في صفقتين ثلاثة يعني أتمنى. هو هنا المسرح بقى، المسرح بقى ظاهر للراجل وهو هيقول. هسألك أنت بقى، هسألك أنت. أنت عايزنا. أنت عندك صفقة واحد كده بسم الله الرحمن الرحيم، صفقة محترف خامس أجنبي. ممكن مش معلومة، ما بقولش معلومة، بقول احتمال، ممكن يطلع حد من الخمسة الأجانب في الميركاتو الشتوي، فتبقى محتاج صفقتين أجانب تدعم بيهم الفرقة، بلس إنه أكيد الأهلي بيفكر في لاعب على الأقل تحت السن أجنبي برضو، وليه لأ ما يكونش معاهم برضو صفقة أو اتنين محليين لو في حد نور قوي. وهسمع منك برضو رأيك في اللعيبة اللي نورت في الدوري، ما حدش يعني حدش كان متوقعهم أو ظهروا في الثلاث جولات اللي فاتت. تدعم الأول مراكز، تحدد لي شايف المراكز اللي تفكر إنك أنت تقول المركز ده محتاج أزق فيه بلعيب معيار تقيل. إيه عايز؟ صانع ألعاب. عايز صانع ألعاب. عايز ناحيه هاف ليفت. احنا كام في الاجانب؟ ده كان بتدور على صانع العاب وهاف ليفت. صانع العاب وهاف ليفت. ما تفكرش قدام. عايز فيرويد دبابه. عايز فيرويد بمواصفات معينه من ربع فرصه جون. لو هتجيب صفقه واحده تجيب فين؟ فيرويد. كل دول يقدروا يعملوا الشغل ده، ومع شغل الراجل فيرويد يشتغل. انا عايز فيرويد. تمام. بمعنى كلمه فيرويد. فيرويد. ايوه. اما بيجيب فيرويد قوي جدا جسمانيا، سرعات، هيقدر من اقل فرصه بيجيب جون، هو ده المطلوب دلوقتي للنادي الاهلي. تمام. ولو هتجيب، لو اسمع رايك في الثلاث ماتشات، انا عارف ثلاث ماتشات مش كفايه وممكن تبقى اتفرجتش على حاجات كتير، بس هل شفت لعيبه ظهرت في الثلاث جولات يعني لفتوا نظر كابتن عمرو الحديدي؟ هقول لك مروان عطيه اتحاد، هشام صلاح اتحاد برضو، الدبابتين اللي مش طبيعيين أوستن أوموتو ومابولولو. انا عايز اقول فرقه المصري ازاي ده مشي؟ أوستن أوموتو ده علامه ازاي ده مشي؟ الناس كلها بتسال بصراحة. الناس بتسال يقول لك ده زاد في الوزن. زاد في الوزن ايه؟ ده قوه عضليه، دبابه بشريه ماشيه. بسم الله ما شاء الله، قوه الا بالله. اوبوكا هنتكلم بقى كده سيراميكا بالظبط. مش بتكلم على ان هو افريقي، اللي لفت النظر امكانياته يعني فوق في حته تانية. والله لو جيت قارنت في حته تانية. في اتنين لعيبه انا شفتهم، واحد في ماتش الزمالك وامبي، انا مش فاكر للاسف الشديد مش قادر افتكر اسمه، بس التغييره اللي نزل اللي عملها كابتن كوشري في نص الملعب، اللي قلبت نص الملعب لصالح امبي وسيطر على الشوط الثاني لغايه لما سجل، لعيب نص ملعب هايل بصراحه، بس للاسف الاسم راح تحت السن. ايه ده؟ تحت السن. لا لعيب كبير، لعيب كبير بس اسمراني كده، ويعني حتى وزنه يبان زايد شويه، لكن ما شاء الله قرايته للملعب، كنتروله على الكوره، باصاته وتحركاته، لعيب هايل. وفي لعيب في الداخليه اسمه زيزو نمره 7، باك شمال. طب هقول لك مفاجاه. قول لي. ده مش باك شمال. مش باك شمال اساسا. ده كان عنده كفته اهلي. النصر.
كان بيلعب تحت الفيرود تحت الشمال. لعيب. لا كورته باينه. لعيب كوره. ما هو ده مش باك شمال حته هجوميه وحته دفاعيه، لا باك شمال بيكيف، كورته كويسه، كورته عاليه. يعني ده لو اشتغل بدني شويه خلاص هتاخد منه الحته اللي انت عايزها. بص بص يا استاذ احمد، انت اي باك ليفت هتفكر فيه هتحط الكيان رقم واحد علي معلول. عايز بقى اكتر مش زيه، عايز اكتر من علي زي علي بالظبط، اقل من كده لا. ايوه محمد اشرف مع الشغل يبقى اللي انت بتطلبه، المواصفات اللي انت عايزها. مبشر رأفت خليل بيلعب في كل حته في الملعب. رأفت خليل مش عارف يعني ممكن يتوظف هنا في الحته دي ويلعبها، هو امكانياته ككوره ما حدش يختلف عليها. هي دي بقى نوعيه اللعيب الجوكر انك انت تقدر تحط الشغل في كل حته، في كل حته ناحيه اللي فتح كورته ورجليه الاثنين شغاله خلاص. بسم الله ما شاء الله. اسال سؤال مهم، التحكيم ايه؟ شايف التحكيم السنه دي؟ اصل في كراتنبرج السنه دي، احنا قعدنا نقول بنجيب خبراء اجانب وبنجيب مديرين فنيين في الاتحاد اجانب وبنجيب مديرين فنيين في المنتخبات والانديه اجانب، طب ليه مش حد يبقى مشرف على التحكيم اجنبي؟ فجه كلاتنبرج، هل شايف انه في حاجه جديده على الساحه الكرويه في مصر بتقول لك ان المباراه مجرد ما بتخسر يعني بتخلص المحلل او مارك كلاتنبرج بيحلل الموقف اللي احنا قلنا عليه؟ لا سيبك من هو بيشتغل ازاي، انت شايف ترجمه لده في الملعب؟ في شخصيه مستوى التحكيم، في شخصيه للحكام باينه في الملعب كويس جدا، ما بناخدش وقت في القرار. أيوة. ما بتاخدش وقت ان كره على الفار فيها ربع ساعه ولا ثلث ساعه ولا 10 دقائق ولا 7 دقائق ولا 5 دقائق، ما بتاخدش وقت. حتى لو خدت قرار بضربه الجزاء ما بترجعش للفار، بتبقى انت متاكد وانت بتوصل وبتشاور على ضربه الجزاء او الفاول في حته معينه، الكلام مع السماعه بتديك رد في وقتها، ما بتاخدش وقت كتير. بص انا كان نفسي اخر يعني سؤال معايا، قدره الاهلي على المنافسه افريقيا، الورعه بتاع دوري الابطال تقسيمه المجموعات هتحصل يوم 16، فخلينا نستنى القرعه وبعدها بعدين نتكلم عنهم شكل المنافسه. لكن ان شاء الله طبعا والله الجزء الاساسي احنا بنلف في اي مكان بنروح فيه بنشوف لعيب كويس بنقوله للنادي الاهلي. طبعا طبعا اي لعيب، اي لعيب بنفكر فيه. يعني انا شهادتي مجروحه في ابني، بفكر ان انا اوديه للنادي الاهلي، عمر اشرف محمود الخميس، بفكر في كذا لعيب اعمار سنيه صغيره نهديها للنادي الاهلي عشان هو ده المطلوب مننا. هنتقابل تاني ونتكلم مع كابتن عمرو، الكلام معاك ما بينتهيش. نورت الدنيا وشرفتنا في حبيبي يا استاذ احمد، شكرا لحضرتك. شكرا ليك وشكرا ليكم على المتابعه، بكره في نفس الميعاد السادسه دايما على شاشه الاهلي، تحياتي ليكم.